أمامية، البحث عن حسين عريبي، كرة عرضية خطيرة 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 خطيرة، الهدف الأول لصالح الفريق الجزائري. دخموم يسجل عبد الرحمن هدف الأسبقية لصالح فريق وفاق الصيف في الدقيقة 41 من شوط المباراة الأول. هذا ما حذرنا منه وتكلمنا عنه. الفريق البرتغالي يقع في فخ الفريق الجزائري بآخر 5 دقائق من شوط المباراة الأول ومن كرة صعبة على البرتغالي في كل حالتين، إذا تأهل سيكتب تاريخ جديد للكرة الموريتانية، وإذا خسر ولم يتأهل سيكون الله 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 الله. انصتوا انصتوا انصتوا، بدأ العزو بانصتوا، قولوا لي أرأيتم ورودا في جف العصير تنبت. إنه بلد متطور ودخل من جديد إلى عالم الكرة الإفريقية والعالمية. وهنا تمهيد، هنا التسديد، حمية لم يجد المكان، مازال بسام بسام بسام، يلا 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 بسام، يا سلام، لم نرها ولكننا رأيناها، بسام بالثاني الثاني الثاني الثاني، البرتغالي المدرب الإذن في ذلك، يعني في أي مكان وضعته يلعب سواء خطيرة، يلا يلا الثالث، يا سلام، نعم 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 نعم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا حمية طنجي.